احنا جايين هنا النهارده عشان نتعلم معنى وليس مهارة. مهارة التعامل لو جات لي مشاعر، مهارة التعامل لو وقعت في أمر أو إن أنا أعدل مفهوم خاص بالحب هما بوظوه، عملوا الحب العشق والوله، وأوصل لحد إن أنا أرفض إن اللي قدامي لو أنا ببادل حب لشخص ورفض ان هو يبادلني فانا رافض هذا الامر، يقتلك يمشيك يبعدك ياذيك، وده مش حب. ففي بعض المفاهيم اللي شوهت الحب، وبعض الميديا والدعايه السوداء اللي بتحصل سواء روايات او افلام او مسلسلات او حتى الاعلانات او حتى افلام الكرتون تجيب لك صوره الحب مشوه تماما، وتصور عند البنات بقى الفرس الاحمر اللي جاي على الحصان الابيض اللي هيجي ياخدني ويطير معرفش في البحر اللي بنفسجي، وبعدين نلبس معرفش ايه ونعمل السيشن الفلاني، وحياتنا كلها ورود وقلوب. ده ولو ما عملش كده ما يبقاش حب وما يبقاش كذا، ولازم يجي ويرفع لي على ركبه ويقول لي بالخاتم واتجوزيني، ويعني وضرب بجميع الاعراف وجميع يعني مش بس الاعراف ده حتى الشرع، ان هي البنت لا تزوج الا بولي، لكن لا ده يجي ويقف على ركبه وده شكل الحب. ويقولوا الحب عند الشباب تسمعك وتطيعك وتشوفك وكذا وتمشي وتبقى عارف هي فين الساعه 3 بالليل وتكلمها حتى لو ما فيش لسه قرايه فاتحه ولا انك دخلت الباب من باب، وهي لازم تقول لك وتعترف لي بكل الماضي وتعترف لي بان هو حاضر، وبعدين نكتب العقودات. مش ده الحب اللي بيجي في الافلام، مش هو ده انواع الحب اللي قالها بلاد كتير. انا عندي حب الاب والام والاخوات والصحاب، ولو انا درت في دايره واحده بس، اسمعوني يا شباب الكلام ده مهم، لو انا درت في دايره واحده بس اسمها حب للطرف الاخر مش هعرف اعيش. تحس كده بتضحك بس مش مبسوط، تحس كده ان في حاجه ناقصه من جواكي. حاطه الحبيب المحبوب اهو، تمام بقى الرومانسة ومقامس وعضلات ومش عارفه مرات بنت والشعر ازاي والشميس مع ايه، الصفات اللي معظم البنات بتقولها بعيد عن القلب. بقول لك طيب يعني بص هو بيتكلم فلان وفلان بس خلاص، يعني ما بقاش الكلام ده معانا بس، وبعدين مش عارفه بيكرش على، لكن خلاص ساب كل ده وهي مكمله، يعني هي شايفه كل اللي معايا دي مكمله. تجيب المحبوب وابقى انا زي استغفر الله كده زي اللي بدور فرحه، بدور كده فرحه حوالين المحبوب. مين اللي بيدور فرحه حوالين الساقيه؟ الحيوانات اعزكم الله مش الانسان. قال لا قدامي بالظبط 9 سنين، 9 سنين اخلص، وبعد ما اخلص اعمل، وبعدين اشتغل والجيش واخلص مش عارفه ايه، وبعدين كذا. طب هي البنت هتستناك 9 سنين، طب انت لما هتروح عند اهلها هيقولوا يوافقوا ان انت كده، طب ال9 سنين هتعمل معاه ايه؟ كل حاجه، اتكلم بقى وافتح كاميرا وشايف ونتقابل ونعمله كل المحرمات. ببشرك من دلوقتي اللي بيعمل الخطوات دي وبيوصل عند كده من قبل ال9 سنين. ان العبد احفظه لا يحرم من الرزق بذنب مصيب. يعني ايه؟ يعني لو عمل معصيه في المحكمه تقول لك حب 4 سنين ما بينهم بعض، هو كده يقضى الله إلى أن يدع بركة الطاعة طعم صحيح. طب لو في معصية؟ طب ما أنت بتشوف، ما أنت بتشيتي، ما بنعملش حاجة حرام، والله بيقومني لصلاة الفجر، ما بنقولش أي حاجة حرام، ده بس بصي الدنيا كده بس. طالما مش في رضا ربنا اعرف إن الموضوع ده فيه. والله لو كان بيحب الحب اللي وصل لشغف القلب، قد شغفها حبا وصل حبها لشغف القلب برضه. أنا لازم يبقى لي خطوات، لأن زي ما قالت هي مشاعر وفطرة، وما ينفعش حد يعيش من غير حب، ما ينفعش حد يعيش من غير توأم روح، سواء صاحب يا ابني نازل إمتى، يلا صعب على كده روح فين، يلا انزل أنا مخنوق يلا اتمشى. واللي من غير صاحب ده تحس إنه قاعد عايش حياة الحزن، صح ولا لأ؟ ما ينفعش أعيش من غير توأم. النساء شقائق الرجال، لكن في أطر وأسس عشان يكون علاقة اللي موجودة دي يرضاها ربنا سبحانه وتعالى. ساعة ما بقول اسأل الشاب فيقول لي طب ايه اسفتها؟ وبعدين حتى الكومنتس بالكلمة دي يعني ايه حلو؟ وبعدين بص لفيت على صفحتها ولقيت صحابها وتحياني كده. ده حب؟ مين يسميه ده؟ الأمر ده حب؟ ها؟ لا.
لا ده مش هرمونات، ده اسمه ايه؟ ايه؟ السمع. يا بيتسلى؟ لا والله مصر. هوس. شهوة. الله يفتح عليك، اللهم اغفر لأخوك ونسيب، قولوا امين. قولوا امين. قولوا الجنة بغير حساب. خلاص يا رفقة اللي جاوب صح مدعيني. انتوا ليه مش بتكذبوا ليه؟ تمام قول. عندي 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 عنده. بيعالج عنده نقص. ليه يا بنات انتوا محملين على الكلام؟ ها؟ لا لا ولا بتسلى ولا عنده نقص ولا اي حاجه. عادي مشاعر طبيعيه بس مش حب. انتوا ليه شاكين فاقدين ثقه قوي ليه؟ لا في فئه كويسه بس. لا. ما يعني تحكيش عن الزرع، حتى البنات تكون عندها صح. اه ليه؟ لو هي شافت شخص او كذا ومال قلبها، ده معناه ان هي عندها نقص؟ مرات ليه؟ وليه مفسرين؟ اه ده هي اقصد مثلا ان هي اه فاقده الحب داخل بيت صحاب اهل يعني فمفيش حد فقررت انها كان حلو المعنى ده بس هنتكلم فيه بعدين بس مش هو كده هو زي ما قال اخوك نسيم قال ايه؟ قال ان ده مش حب ده اعجاب لكن بيحصل في الفتره فترة تغيرات كيمياء الجسم، شكل الجسم عند الولد في مرحلة المراهقة المتوسطة والبنات تبتدي ساعات من سن 11 سنة كمان مش 14 هو مقايس بيه هو ليه طرق فتتحط في الثلاجة تتوسع العلامة خلاص العلامة تحمل الدنيا اتفضل يا بلاد الكيت طب ما هو يعني ماشي في حب اعجاب بس في يعني حبين في حب الاعجاب وفي حب انه كيف احكي لك حب الارتباط صح مش شرط انه بس حبيت مثلا واحده يعني اكون بس معجب فيها لا في يعني حب من كل قلب اكون لقيت حب من ايه؟ كل قلب قلب من القلب حب من القلب هو الاعجاب بدايه الخطوات يعني عشان نوصف الاعجاب بداية الخطوات بتاعت مراحل الحب. احنا عندنا حب عندنا اعجاب وحب وشغف ومودة وله زي قيس كده ومجنون ليلى. مجنون ليلى بقى ايه بعد ما بقى نايم على القبر والتراب يقول برضه فيها الشعر. يعني ده وصل لمرحلة الوله والمجنون العشق. احنا لا عايزين ده ولا عايزين ده. طبيعي السؤال طبيعي ان احنا نوصل يبقى عندنا مشاعر حب تجاه الاخر او اعجاب تجاه الاخر طبيعي